بنرحب بحضراتكم مره ثانيه يا دكتور طه. لو جينا بصينا على النتائج بتاعه الفريقين السنه اللي فاتت هنلاقي ان هم تعادلوا 1-1 في الدور الاول وتعادل 2-2 في الدور الثاني. لو بناخد رؤيه شامله بالنسبه للاتحاد السكندري السنه اللي فاتت ونفس القصه لسموحه، ايه اللي كان بينقص الفريقين الموسم اللي فات؟ هو يعني سموحه كان اكثر استقرار. يعني الاتحاد كان له اوقات يبقى عالي، في اوقات اصابات وكورونا ومش عارف ايه ولاعيبه مصابه وكلام من هذا القبيل، لكن في النهايه هما الاثنين يعني في تقريبا في كفه واحده تقريبا. السموحه انا شايف ان احمد سامي عمل شغل كبير جدا مع سموحه الفتره اللي شغال. صحيح هو خسر يمكن 4 مباريات فقط، لكن تعادل مباريات كثيره جدا، مش عارف 16 ولا حاجه زي كده، لكن عمل شغل كبير جدا وكان معاه لعيبه ساعدت كتير جدا في النتائج اللي عملها. يمكن ابرز الراحلين اللي هم ممكن يتاثر بيهم حسام حسن طبعا اللي راح على النادي الاهلي، ومصطفى فتحي اللي كان معار، واحمد عبد القادر. لا انا اللي اقصده عايز اعرف حضرتك فنيا ايه اللي كان بينقص سموحه؟ يعني انت حضرتك شايف ايه النقط اللي لازم يشتغل عليها كابتن احمد سامي الموسم ده؟ النقط ديت يعني هو في كثير من الاحيان كان بيبقى راضي بالتعادل او بيلعب للتعادل. في اوقات كان ممكن يطور علشان يفوز، لكن كان هو يقول يعني في نفسه كده والله نقطه افضل من اجازف وممكن هذه المجازفه تؤدي الى خساره. ودي طبعا المفروض حنكة المدرب تبان في عملية المجازفة، المجازفة المحسوبة، ما هو مش أي مجازفة، المجازفة المحسوبة. محسوبة يعني إيه؟ يعني أنا بجازف عشان أجيب جول واللعيب يبقى عارف المجازفة دي تتم إزاي. مثلا أنا لعيب رحت على الجول 1-1 أجازف إن أنا أفوت منه عشان أجيب جول. لو راحت مني ما ورايا لعيبة نص ملعب ورايا ديفنس ورايا جول كيبر، مفيش خطورة فيها. إنما المجازفة الكبيرة إن أنا لو رحت 1-1 أقدر أفوت منه هجيب جول، حاجة كبيرة جدا. هنا المجازفة تبقى مطلوبة. إنما المجازفة مثلا أعمل مجازفة قدام الجول مثلا بترقيصة أو كذا ممكن تيجي عليا جول ولا فاللعيب بيستمد هذه المجازفة، روح المجازفة في بعض الأوقات المطلوبة، ما من غير المجازفة مش هتكسب. في العالم كله المجازفة صحيح. لازم. صحيح. فبيستمدها من فكر المدرب. أما يحس إن المدرب بتشكيله وبإدارته للمباراة إن هو عايز يفوز بيبقى باينة، وباين إن هو إذا كان متحفظ فاللعيب بيبقى طبقا لهذا أيضا متحفظ عشان فكر المدرب إن هو مش عايز يجازف ويضيع الكورة تيجي علينا وكلام من هذا القبيل. فعشان كده أنا بقول هو عمل عدد كبير جدا من التعادلات، ما أعرفش يعني سموحة عامل كم تعادل؟ 18 تعادل. طبعا نسبة كبيرة جدا، يعني دور كامل كله تعادل. وده برضو زي ما بقول لك بنبثق من نقطة إن أنا ببقى راضي بالتعادل أو بحاول أحافظ على التعادل لما يحصل لي عما أجازف، ودي نقطة سلبية. لازم يحسنها السنة، لازم أحسنها، ولازم أعرف اللعيبة إمتى المجازفة المحسوبة. مظبوط. أنا بقول المحسوبة ليه؟ زي ما بقول لك دلوقتي 1-1 هرقص وأجيب جول، حاجة كبيرة جدا. طب لو اتقطعت مني ورايا نص ملعب يدافع، ورايا خط ديفنس يدافع، ورايا جول كيبر، إذا النهاردة اجازف في دي مجازفه كبيره جدا لو عندي الامكانيه. لكن بقول لك روح المجازفه بتنبع من المدرب، بيحسوها من المدرب ومن تشكيله من محاضرته، دي كلها بتديه اللعيب ايحاء ان هو ممكن ياخد بهذه المجازفه في بعض الاوقات. دي كانت النقطه الوحيده بالنسبه لسموحه، ودي اللي نتج عنها 18 تعادل. 18 تعادل دول لو انا مثلا 5-6 ماتشات منهم جازفت فيها بشكل كويس وكسبتهم كنت هكسب اضعاف النقاط اللي موجوده يعني. لكن هو عمل شغل كويس مع اللعيبه وبيدير المباريات بشكل كويس وبالامان اللي هو عايزه، الامان اللي هو حقق له ان هو في مركز كويس وفنش رابع، ولذلك نهى رابع. صحيح. وهو ظلم ان هو اتخذت العمليه بتاعته مبكرا للاربعه اللي هيلعبوا في افريقيا، لكن هو كان المفروض الاحق لانه نهى في المركز الرابع. صحيح. كابتن عمر لو جينا بصينا للاتحاد هنلاقي ان في اسماء مهمه جدا غادرت فريق الاتحاد، ابرزهم طبعا على الاطلاق رزاق سيسي، عودته مره اخرى من الاعاره لنادي الزمالك، وخالد قمر برضو من الغيابات اللي ممكن تكون مؤثره بشكل كبير جدا. ازاي وعمار طبعا وعمار حمدي وعودته من الاعاره للنادي الاهلي، ازاي يتعامل كابتن حسام حسن مع الغيابات دي اللي هي كانت غيابات للعيبه كانوا بيلعبوا بشكل اساسي؟ هما يعني الحقيقه غيابات مؤثره جدا. خالد هداف
عمار ما شاء الله عامل موسم رائع جدا، واحد من اهم نجوم الموسم اللي فات طبعا. سيسي يعتبر هداف الفريق هو وخالد قمر، حتى عماد السيد حارس المرمى. صحيح صحيح، احنا ذكرنا يعني وفي ناس تانية كتير، في رزق وفي الصباط يعني، في اسماء كتيرة حتى كانت لو ما بتشاركش بشكل اساسي بس بتبقى ورقة كويسة على دكة البدلاء. طبعا رزق ما فيش شك، مدافع قوي لكن كان هداف في وقت من الاوقات يعني. صحيح. لكن اكيد الكابتن حسام عنده حسابات يعني، هو عارف ان في او معظم اللاعبين دي اعارات وبالتالي هيرجعوا انديتهم، وبالتالي من بدري قوي هو حاطط على عينيه على اللعيبه اللي محتاجها يعني. هو جاب الحقيقه بعض التعاقدات، خلينا ما نحكمش على المحترفين دلوقتي لان ما شفناهمش، لكن في بعض التعاقدات الى حد ما كويسه وان كانت مش على مستوى الراحلين يعني. لكن احنا الكابتن حسام عودنا انه دايما بيحب اللعيب شبه مغمور او شبه نجم يعني. بالزبط. وبينجمه. صحيح. يعني هو والكابتن ايهاب جلال الحقيقه متميزين في الجزئيه ديت يعني، وبالتالي والكابتن حسام عامل حسابه اكيد 100%، دعم بعض المحليين حسب المراكز الشغره او المراكز اللي هو وهو برضه اختار بعض اللعيبه. لما تيجي تبص يا كابتن عمر اختار بعض اللعيبه اللي هو عارف يعني، مثلا سعيد السنبوري مثلا هو عارفه من المصري. عبد المنصف طبعا، كابتن محمد عبد المنصف واحد من اهم نجوم الدوري، اكيد اضافه قويه جدا. احمد علي برضه هو عارف احمد علي من ايام الزمالك يعني، جاب شويه لعيبه هو عارف يقدر يطلع منهم ايه. اكيد عشان كده قلت من بدري قوي هو حاطط عينيه على اللعيبه تحسبا. صحيح. لرحيل او عدم التعاقد مع بعض اللاعبين اللي كانوا اعارات يعني، زي عمار زي سيسي وهكذا. وبالتالي انا شايف بس يعني انا شايف برضو الحقيقه معظم اللاعبين اللي اشتراهم نادي الاتحاد السكندري محتاجين وقت مع الكابتن حسام يعني. أيوة. عشان ينسجموا بشكل او باخر، لان هم مستويات يعني اقل شويه من الراحلين يعني. وبالتالي يعني مش عايزين نحكم، لان الدوري المصري عودنا بشكل عام يعني ان معظم الفرق قريبه من بعض. صحيح. يعني باستثناء بعض الفروق الفرديه، اهلي زمالك بيراميدز، الباقي كله انا من وجهه نظري قريب جدا كمستوى يعني. بالاضافه زي ما قلنا حسام حسن الحقيقه عنده يعني ميزه التعامل او تنجيم اللاعب الصغير، وشفناه في تجربه كبيره مع النادي المصري يعني. نتمنى ان شاء الله طبعا ان يعني نشوف نادي الاتحاد بشكل مغاير عن الموسم اللي فات اللي كان قريب قوي فعلا للمركز الرابع. صحيح. لكن شفنا اصابات كتيره واصابات خطيره، 6 اصابات صليبي واثنين كسر في الوش وهروب الاربع محترفين يعني. ازاي جاله كسر في صابونته الركبه؟ بالزبط. كان اصابات، فكان وضع صعب جدا معذور فيه. اتمنى ان شاء الله يعني الدوري ده يكون افضل من الدوري اللي فات يعني.